اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، أي مثل سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى قرد القويس: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يقرد سيد ربي مش في حين الخيار إذ الأمم إدي فكا سيد ربي سبحانه وتعالى قسمي الدنيا ذي الأمة في محمد صلى الله عليه وسلم تقين إيه الخيار ذي الأمم والخيرية يعني الخير قد يخدم سيد ربي الخالق سبحانه وتعالى ذي الأمة في محمد صلى الله عليه وسلم في ماذا تتمثل؟ قش يعني إدي تمثل الخير إدي فكا سيد ربي لأن الأمة في محمد صلى الله عليه وسلم أي مثل الخيرية ذي الأمة في محمد صلى الله عليه وسلم طف المقام من الأنبياء ذي تبليغنا الرسالة قوين دي فكا سيدي ربي الخالق سبحانه وتعالى ذي انتظر من الأنبياء ذي الرسول تسكيتنا سيدي ربي ذي آدم أرمين ذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا نوح سيدنا موسى سيدنا عيسى الأنبياء مران أرمين النبي محمد صلى الله عليه وسلم من كل يونيف كثي دي الأمة ينس ومن كل الأمة كل الأمة ماز دي فكا سيدي ربي المنهج نينس سيدي فكا إن فيني نغير الرسول سيدي السيوذي القوم نينس تسكيتنا القوم نين وتسكيتنا يوم كني نسب الدات اسمين ارين اري ضعف اسمين اري مث النفين يميدي فيك الرساله انا الرسول يميدي فيك صار كل نفس ذائقه الموت من بعد شنو ينقص الايمان ديال الامه من بعد مريلي الحال فطر يولي مليح 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 يقض غير القمه سيدي ربي غادي فيك النفين اجديد ذرنا الرسول اجديد اجدي فيك الرساله تجديد اتدي دعمس المعجزه تجديد ولكن أسمين يدي قضى النبي محمد صلى الله عليه وسلم إجالف خاتم النبيين والمرسلين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليم. يقرد إذن سان إذ يدي خثمن موكب الرسالة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم 14 القرون يقوم ويلاش النبي ويتيل النبي بعد آديلين قل ذي النبي محمد صلى الله عليه وسلم سان إذا النبي إذا الرسول قالوا أنستقيني أديني العبد ذا شيء متشيل لنفيهم بعد في محمد صلى الله عليه وسلم ذي أنظر الخيرية ندي في كما سيدي ربي سبحانه وتعالى الأمينس ثم زوارث الرسول صلى الله عليه وسلم يفكثد ماشي كان القوم ناسي مثيد يفكثد لجميع الناس أكن دوني ثمرة وما أرسلناك إلى كافة للناس بشير ونذير ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يقرس قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا أكل عيفة دوني ثمرة أما ذي الأوروبا أما ذي أمريكان أما ذي أسيا أما ذي الأستراليا أكل جميعا لعيفة دوني ثمرة تيكين دين في محمد صلى الله عليه وسلم وإزمان يحتكر يون في محمد صلى الله عليه وسلم كين محمد تمورت قارفنا تمورت قينا تمورت قينا دوني ثمرة تيكي ذي سوشيليا تيكي ذي سونيلا الأرجنتين تيكي ذي سونيلا نورفيجيا يتشكي ديك الروسي يتشكي ديك الشينوا يتشكي ارورسن مره غير يروح لنبي محمد صلى الله عليه وسلم ولكن انت يبلغ الرساله ينس وجيا يجد ينسي من ابلغنا الرساله ينسى تسيوضن يقدر الزراره المعنى الشاهد الخيريه غادي يفك غير الامينس يجعل تبلغنا الرساله يجعل يسن الامينس كل مسلم الى قد يسن نبي محمد صلى الله عليه وسلم غادي يسن الاسلام افهم أتطبق في منش وادي السوف غير الغرينس أنشتقي الواجب على كل مسلمة يخدم وإذا أنشتقي فيه ذلك الخير يديس أي مثل الرسول صلى الله عليه وسلم يقرد الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة ها خزرت كان يعني الحديث قلنا من الحين دين الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الخير في وفي أمتي إلى يوم القيامة إلى الخير ذي قلا أكذ الأمين إلى يوم القيامة إنسان بلا شك وبلا ريب الخير ذين في محمد صلى الله عليه وسلم إلى على خطر جميع الصفات الحميدة كاملة كد حمي سيد ربي في كيستيد الصوذر مثل دي مدح ذي القرآن الكريم أسيقار وإنك لعلى خلق عظيم خزرت كان يعني دي مدح الأخلاق في محمد صلى الله عليه وسلم إمدح ثيد صلعة
كي جيت مثلا خشيني بنادم العبد الضعيف ماذا قال لي كان كي يشرح كي ديون سوا ولكن غادي يدخل ذاك عظيم جدا غادي يدحل ذاك عظيم شخصيين عظيمة غديني اتفرح هذه انا ذي العبد كي دي مدحن ولكن دا شنو العظمه غير العبد ما ديني العبد حاجه مقرف نصغر غرسه هاد الدراري مقرن نهد البحر مقرن نغث اين شوالي تولنيس القدره الانسان دا شي كسا مسكين ولكن فما بالك ما ديني سيدي ربي غادي يخلق الدنيا السيد العظيم اغديني انش انيس وانك لعلى خلق عظيم العظمه عظمه الخلق للرسول صلى الله عليه وسلم بتقييم الله العظيم اذن العظمه شو سعر لحد من كل الصفه العريف كسيد ديس وبلا شك وبلا ريب بلي الخير ذيك شي يقلا ولكن ادي قال الخير فيا وفي امتي ولكن الخيريه ديال الامه في محمد صلى الله عليه وسلم الصفه ذيك كسان في محمد صلى الله عليه وسلم جمله 9 ولا عبد واحد الفرقيت سيدي ربي الخالق في الامه نسم كل يوم داشي كسان يوني هضر في ذات يوني تصديق يوني تزلى غطاش يوني سعى الدعاء يوني الاصلاح بين الناس من كل يوم داشون الصفات لكن اشتقت تفرخة كاس الحكمة ينسى البالغة من النجمة الأمة ينسى النجمة تمرها كذ مليد سل أضخم أسعة الوحدة أذي الذي استلخي أما كنين في الدرس الدشرة المباركة يقري لهم ومصوات أذي لهم الإلكتريسيان أذي لهم البانتر أذي لهم يستكشم الأمان ويستكشم الإلكتريسيتين وين يستكشم وين يخدم من برا ولكن ما نجمع أذنون يجمع في فريد كل شيء لا غير غرسة أكن الأمة لأن في محمد صلى الله عليه وسلم تحوج الوحدة الأخوة ذي الوحدة باش الصفة العينة ذي مليلة ذيكس ذي قفت دي ديننا الخير فيه وفي أمتي إلى يوم القيامة وثمية ثلاث مليل الأمة في محمد صلى الله عليه وسلم ذشات اسميين ذشات اسميين آدي قار سيدي ربي سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا يقار دا تسميين ما في الوحدة غير تسعوا تسميين في حبل الله المتين تسميين في الإسلام تسميين ما في لا إله إن الله محمد رسول الله ذن اشتقين عليه جميعا أية مثل أي الأمة في محمد صلى الله عليه وسلم وذن اشتقين يوين الأخوة ذين اشتقد يوين الوحدة خطر الوحدة ولمشان عثير مولش الأخوة تسير الوحدة الأخوة تسجمات تسجمات ذي الدين تسجمات ذي الدين ذين اشتقد يوين تذوكين ذقنات يوين يال الخيرة تديوين تذوكين ماشي تذوكين الجهلاء الوحدة أنا على الوحدة في المبدأ عن سيدي ربي ذن في محمد صلى الله عليه وسلم يقرد سيدي ربي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان باش أدخل من أين الهان باش أدخل باش فوش ديك فوش باش اذخ من يصيح باش تشملين العباد كسن الغل كسن البغض الحسد قال الغاشي ادعونا مغفون ادعونا الفقير ادفنوني اخا من سيدي ربي اخذ منين الى ندي صيح في كيف تسيدي الوحده ذي هنا اذوثن مكاثين لهنا دخلنا الوحده يجي اللهم اهدنا الى صراطك المستقيم اللهم اهدنا الى ما تحبه وترضاه اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا الله استغفرك واتوب اليك واصلي واسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.